تم بناء جناح المدفعية الشرقية 2 لحراسة المنطقة الشرقية من القلعة وكذلك برج المنارة. مثل جناح المدفعية الشرقية 1، جناح المدفعية الشرقية 2 مفتوح إلى الخارج بلا جدران لتسهيل رؤية أفضل للمنطقة، في حين أن أجنحة الحراسة 3 الأخرى محاطة بالجدران لتعزيز الحماية. مقارنة بجناح المدفعية الشرقية 1 الذي يحتوي على 3 غرف جانبية، جدران المعقل أقصر، لذلك تم بناء جناح المدفعية الشرقية 2 كمبنى من غرفتين على الجانب. جناح المدفعية يسمى كولو باللغة الكورية، عبارة عن هيكل بارز خارجيا يعلوه جناح، يتم تركيب المدفعية بداخلها لاستخدامها في مهاجمة العدو بالمدافع. برج السلاح لديه نوع متقدم من المنشأة لمنع الأعداء من الاقتراب من جدار القلعة. يبرز جزء من جدار القلعة إلى الخارج بشكل محدب. تم ترتيب المباني بشكل مشابه لحصون سون هوا سون. تم إفراغ الجزء الداخلي من الطابق الثالث مثل غون سمدون أوف سون هوا سونغ، وكان المدفع مخبأ بالداخل. هذه منشأة مصممة لمهاجمة الأعداء الأجانب. أما الطبقات السفلى من 3 إلى 6 فكانت مصنوعة من حجر الجرانيت، وكان الجزء العلوي مصنوعا من الطوب. تم بناء مبنى خشبي في الطابق العلوي. هناك 5 أجنحة مدفعية في قلعة سون هوا سونغ. عادة يتم زيادة المقياس على الأراضي المسطحة وتقليله على المنحدرات. تم بناء أجنحة المدفعية في سون هوا سونغ بأحجام وارتفاعات مختلفة لكل طابق حسب التضاريس والظروف المحيطة. أجنحة المدفعية في سون هوا سونغ مبنية من الطوب بمثابة موقع لمهاجمة الناس بالمدفعية أو المدافع.